دي اللي هي فتحة الفم. ايه اللي صاير تعمل انا ايه upper lip and mouth opening our lip upper lip and mouth opening او اسف lips and mouth opening اللي هي الشفتين وفتحة الفم. ده anterior view ده منظر امامي لما تبص للحيوان من امام كده. بص اللي عندي دي ايه ده upper lip او maxillary lip اسم تاني ليها. دي lower lip او mandibular lip ماشي. وبعدين بينهم oral cleft او oral fissure او rima oris oral fissure اهو او oral cleft بيساوي rima oris بيساوي mouth opening. كل دي مرادفات. طيب اتصلت الشفة العليا الابر ليب واللور ليب اتصلوا مع بعض بليبيال كوميشن. يبقى الاتصال ده اسمه ايه؟ اسمه ليبيال كوميشن او ليبيال كوميشن البيان بتاعه ليبيال كوميشن. طب دي الاورال كريفت دي الزاويه بتاعتها اسمها انجل اوف ماوس. انجل اوف ماوس بقى انا ممكن احط ايه حاجه مثلا كده في الجانب الايه الفم يبقى دي موجوده في انجل اوف ماوس واللي يضغط عليها يبقى هو الايه هو الليبيال كوميشن. طب الابر ليب عليها ايه على فلتر؟ ايه هو الفلتر؟ ميديان جروف. ميديان جروف جروف في الميديان بلين ماشي اهو بتاع الايه بتاع الابر ليب بيصل الى الايه الى النزل سته من الحاجز الانفي من فوق. وبعدين ممكن هذا الجروف يتحول الى فيشر في بعض الحيوانات في الكامل في الكامل وفي السمول روميننت اللي هي الشيب والبود وفي الرابت. في احيانا في الرابت طبعا الشفه بتبقى مشوهه كده الايه الشفه العليا. في عيب خلقي في الاطفال الحديث الولاده ممكن يبقى فيه شق في قطر وسط في الشفه العليا بيسموها الشفه الايه الشفه الارنبيه. طيب نشوف سلايد ثاني مع بعض. انا عاوز اشوف ايه ميد ساجيتال ده ايه بقى ده ميد ساجيتال سيكشن اوف ذا هيد. ميد ساجيتال سيكشن اوف هيد شوينج ذا اورال كافيتي عشان بيورينا الايه بيورينا الاورال كافيتي اهو. ميد ساجيتال سيكشن اوف هيد شوينج ذا اورال كافيتي. طيب نشوف كده حدود الرسم ايه الدنيا عاوزها ايه. ادي انا خدت كل سيكشن في الهيد اهو من فوق هيبقى فيه الايه هيبقى فيه النيزل كافيتي. طبعا ادي النيزل كافيتي اهو ده النيزل كافيتي ده التجويف في الانف. طب من قدام فتحته الاماميه ايه النوستل فتحه الانف الاماميه النوستل اهي. طيب ومن الخلف فتحه الانف الخلفيه اهي كودال نيرز. طب هم ليه بنقول نيرز ونقول جامعه؟ عشان في نيرز سرطان اسمه الاثنين يبقى في فتحتين يعني يبقى كودال ايه نيرز. طيب وبعدين في عندي ايه تاني؟ في عندي هنا هارد بلت. هارد بلت عمل ارضيه النيزل كافيتي وسقف الاورال كافيتي يعني ده من الدورين دول كده كده. طب ليه قلنا عليه هارد بلت وليه قلنا عليه حنك الصلب؟ علشان في دعامه عظميه. ايه هي الدعامه العظميه دي؟ البلاتين بروسيس بتاع الانسايس بون او البري ماكزيلا والبلاتين بروسيس اوف ماكزيلا ماشي والهوريزونتال بارت اوف بلاتين بون هو دي بتاع دعامه عظميه فبالتالي اسمها ايه هارد بلت. طيب هارد بلت في حاجه ثانيه سوفت في سوفت بلت هي الحنك الرخو بدل الحنك الصلب الحنك الرخو. ليه سوفت؟ لانه افتكر الدعامه العظميه. طب برضه ليه افتكر؟ علشان هيطلع وينزل مش ثابت زي ده. هيطلع امتى؟ يطلع اثناء البلع يقوم يوسع الايه رقم اثنين. رقم اثنين دي اللي هي الايه؟ الاوروفارنكس اللي هو البلعوم الفمي او البلعوم الهضمي دايجستيف فارنكس اهو اللي بيعدي منه البلعه الغذائيه في اول مرحله من البلع كده ماشي عشان يوسعهم يطلع لفوق. طب في الحالات العاديه في حاله التنفس العادي او مفيش بلع وكده سوفت بلد هي بتستقر على جذر اللسان بتنام على جذر اللسان كده بتوسع الايه الممرات التنفسيه الهواء اللي جاي من النيزل كافيتي يعدي من نيزو فاركس البلعوم الانفي وبعدين يخش على فتحه الايه الحنجره الاديتاس لارجيس او اللارجيال انلت للقصبه الهوائيه الى الايه الشعب الى الرئتين. طيب شايف انا ايه تاني بقى كده تاني المنزل اللي تحت كده قلنا ده سقف الاورال كافيتي بروبر. اورال كافيتي بروبر ولا ايه؟ طب الاورال كافيتي بيتكون من اورال فيستيبول اورال كافيتي بروبر. قلنا الاورال كافيتي بروبر اللي داخل القوس السني. القوس السني باين منه عندي بس هنا سنترال انسايسور ابر ولور سنترال انسايسور اهو اللي هو طيب بعد كده ببص الاقي يقول ده بيبقى موجود فيه اللسان في الحالات العاديه اللسان جسم والتانج بودي والتانج ايبكس موجودين فيه في الحاله العاديه انما اللسان ممكن يخرج هنا في الليبيال فيستيبيول ممكن يروح في بكر فيستيبيول ممكن يكون خارج الـ خارج الفم خالص خارج الماوس اوبننج انما ده في الحاله العاديه يعني في. طيب بعد كده ابص الاقي ايه اللي باين زي ما قلنا كده في عندي الابر ليب اهي ودي اللور ليب اهي بين الابر ليب وبين اللبس والانسايسور والجنز في فيستيبيول اسمه ليبيال فيستيبيول في ليبيال فيستيبيول. امال فين البكر فيستيبيول؟ مش باين في دي لان ده ميد ساجيتال سيكشن فبالتالي هما بيبقوا موجودين لاترالي فاحنا في الميديا بلين مش باين كده خلاص. طيب هنا باين برضو الابر ليب ماسكه في الجامز في الجامز بي ابر ليب فرينيوم ميديا من كوزا الفورد اهو دخلت لسانك كده خلف الشفه العليا بص تلاقي في ايه في فورد في النص كده ما بيمشيش اللسان بسهوله بين الايه النصين علشان في ابر ليب فرينيوم ميديا من كوزا فورد وادي لور ليب فرينيولا برضه. واحد يقول لي ايه الجامز دي؟ الجامز دي
ده الجزء بيقسم بريم بتاع الماوس. طب وبعدين انت بدأنا سميته باسمه لوحده لان هو بيبقى انتميت لي اتاتش دي الالفولار بوردر بتاع المكسيلا والمانتل، يعني ملتصق بالشده ملتصق بقوه على الالفولار بوردر الحافه السمخيه الحافه اللي عند جذور الاسنان بتاع المكسيلا وبتاع الايه وبتاع المانتل. فبالتالي ما دام ماشي ماسك بشده ملتصق بشده فبقى ده اسمه الايه اسمه الجامز. يبقى ده جزء من قسم بريم ولكن سترونجلي اتاتش او سترونجلي ادهيزد للالفولار بوردر بتاع المكسيلا والمانتل حول الجذور او اعناق الايه اعناق الاسنان. طيب ده كده يبقى ده اللي هو الايه الليبيال فيستيبول. انا هنا شايف التانج بيتكون من ثلاث اجزاء روت ماشي وبودي وابكس. الروت ده كده البارت اوف تانج ده عامل ايه موجود ده موجود انه في الفاركس ده عامل الفلور بتاع الاوروفاركس بتاع الاوروفاركس اللي هو الدايجستيف فاركس او البلعوم الفمي. خلاص له سطح واحد اللي هو الدورزا الاسبكت بتاعته يبقى له دورزن بس. طب وبعدين البودي تانج او التانج بودي التانج البودي بتاع التانج فيه ثلاثة سيرفس ادي دورزن اهو مواجه للسوفت الهارد بلت وبيلزق معاها عند البلع ماشي. وبعدين فيه اثنين لاترال سيرفس رايت يبقى رايت وليفت وايه ودورزن. وبعدين عندي بقى فيه ايه الفري بارت اوف تانج او الايبكس اوف تانج له اثنين سيرفس بقى مضغوط بقى كده فله دورزن سيرفس وله فنترال ايه سيرفس انما مالوش لاترال سيرفس انما اقول له لاترال بوردر عشان هو مضغوط. طب الفنترال سيرفس بتاع الايبكس اوف تانج مربوطه في الفلور اوف ماوس بليبيال فرينيولوم اسف بلينجوال فرينيولوم فرينيولوم لينجوي ده اللي هو اشكال اللسان او اللغلو ده اقول لك يقطع لسانه واللغلو هو ده اللغلو بقى. طيب عاوز اقول لك حاجه بقى الفرينيولوم لينجوي ده هو احيانا في اولاد بيتولدوا بيبقى عندهم الفرينيولوم لينجوي طويل شويه طويل شويه يبقى مش قادر يحرك اللسان بحريه الايبكس اوف تانج يبقى مش قادر ينطق الحروف صح لان مفيش حريه للايبكس اوف تانج انها تلزق فوق او تحت او تتحكم في مخارج الحروف اللي بتطلع من الايبكس اوف تانج. يبقى في بيتعمل جراحي كده وبيتقطع جزء من الايه من الفرينيولوم لينجوي شويه ويتساب جزء طبعا منه اللي هو الطبيعي بيتساب. يبقى ده الاورال او سي بي اورال كافيتي بروبر اورال كافيتي بروبر او سي بي او لور اورال كافيتي بروبر وادي اللي بيال ايه فيستيبيول واللور ليب وادي الابر ليب. وكفايه قوي على الايه على الرسمه دي غير ان فينا مثلا ايه مثلا في بيانات اهي رقم واحد دي اسمها ايه اسمها اسماس فوسيوم مكتوبه فين الاسماس فوسيوم رقم واحد رقم واحد هي الاسم واحد يساوي الاسم مصفوص يا ماهي اسم يعني برزخ الجزء ده يقفص يعني الحل برزخ الحل برزخ الحل بعد ما يتم مضغ الطعام في الاورال كافيتي بروبر كده اهو يقوم ايه هيتبلع بقى يعدي من الفتحه دي الفتحه دي اسمها اسم مصفوص ايه حدود ده دورزالي سوفت بلت اهي السوفت بلت خلصت الهارد بلت السوفت بلت بدات فهي عامله دي دورزالي ريليتد سوفت بلت فنترالي روت اوف تانج جذر اللسان على الجنبين في فولد بقى جاي من البلت للتانج يبقى بلاتو جلوسا بلاتو جلوسا بلاتو جلوسا الفولد والعرش ادي واحد اهو سوليد وادي واحد منقط اهو ده اللي هو البلاتو جلوسا الايه فورد دي الفتحه دي اسمها كريسنتيك شيب كريسنتيك شيب او هلاليه او شرخيه الايه الشكل. طيب في عند سوفت بلت قلنا هي بتطلع فوق تنزل لتحت تحتها فوقيها الميزو فارنكس رقم ثلاثه وتحتها الاورو فارنكس رقم ايه رقم اثنين وكفايه على الرسمه دي ونشوف بقى كده عايزين نشوف ايه كروس سيكشن في الكروس سيكشن في اورال كافيتي علشان اهو كروس سيكشن في الهيد علشان يبين لنا نشوف بقى البكر فيستيبيول كويس دلوقتي. طيب دلوقتي ايه اللي انا شايفه قدامي؟ اللي انا شايفه قدامي دلوقتي هو ده من فوق كده ده اللي هو الايه النزل سيبتم اهو النزل سيبتم اهو ده الدورزه من الزاي الدورزه من الزاي اهو ظهر الانف خلاص انا كده الهيد بقى كامله الدورزه من الزاي اهو اهو. طب انزل بقى كده في كل سيكشن ابص الاقي فيه هنا النيزال سيبتم النيزال سيبتم هو الحاجز الانف اهو اسمه النيزال كافيتي الى جزئين رايت وليفت خلاص. طيب وابص الاقي بقى ايه موجود فيه النيزال كونكي نيزال كونكي المحارات الانفيه دورزا نيزال كونكا وفنترال نيزال كونكا ده سيمبليت اوف بون سكرول ماشي ترن اراوند ات سيلف بتلف حوالين نفسها عشان تزود ميوكس ممبرين لايننج للنيزال كافيتي اللي بيكيف الهواء في الصيف بيرطبه في الصيف وبيدفيه في الشتاء وفي الكوبلت سيل وفي السيليا وبيحتجز الايه الاتربه وبيحتجز الايه البارتكلز والانفكتيف مايكروبيزم في المخاط بتاعه. طيب بعد كده عندي ايه ده الهارد بلت اهو قلنا ده الفلور بتاع النيزال كافيتي وسقف الاورال كافيتي بروبر. طيب وبعدين عندي هنا بقى عندي التشيك تشيك او بكه اهو
طب وبين اللي تشيك وبين الكوس السيني او الدلتا الارش اهو متمثل في المولر زي المولر زي ابر مولر ولور مولر اهو والالفلور بوردر بتاع الماكسيلا وبتاع المانديبل اهو ماشي يعني الجامز هنا اهو كده بين الاثنين في في ايه في فيستيبيول بكر فيستيبيول قلت لك بيمشي في فرشه الاسنان بكر ايه فيستيبيول اهو طب البكر فيستيبيول في حاجه بتفتح فيه اه في حاجه اسمها باروت البابيلا البابيلا بتاعت الباروت الدكت باروت الدكت دي وان من الميجور سليفري جلاند ماشي بتبعت الدكت بتاعتها تيجي تفتح هنا على الايه على الـ على التشيك على التشيك على البكر فيستيبيول ماشي اوبوزيت للابر مولر توز السكند فيه الكات السيرد في الدوج والشيب والهورس والفورس او الفيبس في البيج والفيبس في حاله الايه حاله الاوكس ده اللي هو الايه البكر فيستيبيول ده اللي هو الايه البكر فيستيبيول بعد كده عندي ايه الاورال كافيتي بروبر او سي بي اورال كافيتي بروبر هو في التانج اهو في التانج اهو ودي الهارد بلت اهو ودي التانج اهو طب تحت التانج في اللينجوا المصري ماشي واللور جو او المانديبل ماشي يبقى دي اللينجوا المصري وبتبقى فيها سب لينجوال سليبر جلاند وكده وبعدين ده الايه ده الفلور بتاع ده كل سيكشن اوف ذا هيد شوف اورال كافيتي بروبر اند بكال فيستيبيول طيب انا اشوف بس كده انا عاوز ادور بقى على الايه الاسم اسفوسيوم عشان اقول حدوتها ويبقى كده ايه كل حاجه الحمد لله تبقى خلصت في الاورال كافيتي بروبر او خلينا بسرعه كده بسم الله الرحمن الرحيم ارض بلد بقى طبعا اتكلمنا عنها باستفاضه مع انه والله الاوكس والشيب الاوكس والشيب ما اتكلمناش عنهم ايه ناقصين في الفيديوهات الثانيه ونكملهم بقى ادي الاسم اسفوسيا اهي بس انا مش عارف الففها تتلف ازاي ممكن تتلف بسم الله اهي كده كويس ادي هو برزخ الحلق او اسم اسفوسيا ريليتد دورز ايه رقم واحد دي اللي هي ايه اقول لك تسكل سنتك اوبننج هلاليه او شرقيه يعني زي الهلال او الشرق بتوين اورال كافيتي بروبر واورال فارنكس ما بين اورال كافيتي بروبر قدام واورال فارنكس في الخلف باوند الدورز اللي بقى محاطه ظهريا بايه برقم واحد رقم واحد اسمه ايه سوفت بالانت سوفت بالانت الحركه الرخوه وفنترال الايه بروت اوف تانج بروت اوف تانج اهو الاخضر اهو بروت اوف تانج ولاترال الايه بالفولد اللي جاي من البلت للتانج يبقى بلت وبيوصل فولد اور ارش دي اللي هي الايه الاسباس فوسيوم ولما تيجي تبلع اول حاجه بتيجي تبلع الاكل بتدير من كافت بروبر الى الاوروفارنكس هو ده طيب خلينا بقى بالمره بقى كده ويمكن نقدر نصغر الفيديو ده عشان ايه ما نكترش الاجزاء قوي ان احنا هنبص للايه لل اسمها للكافيتي ابص للارض بلد بتاعت الاوكس وبتاعت الشيب بسرعه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الارض بلد نشوف الهارد بلد ندق طبعا هنا ادهو ادي الاوكس مثلا الايه الهارد بلد بتاع الاوكس قلنا ده سقف الفم وقلنا في طعام عظميه خلاص ما احتمال الابر سايزو فين مست مفقود امال بدل في حاجه اسمها دنتال باد دنتال باد دي عباره عن ايه تعرف الدنتال باد الدنتال باد الجامز في المنطقه ده هي بقت سترونج اند تاف سترونج اند تاف قويه وناشفه وقويه وايه وبتغطي الحافه الالفلور بوردر بتاعه الايه بتاعه الانسايسيف بون ماشي وبعدين بتعوض غياب الايه غياب القواطع العلويه دي اللي هي الدنتال باد اهي طب شكل البلد كده كويتس بقى الويتس نارون ذا ميدل وايت روسترال وايت كودري وايت ايزر انت وايت روسترال وايت كودري طب فيها بلاترا في اه بيا ميديا لاين اهو محددها اقسمها لنصين في مقدمه الايه البلاترا في في ايه في انسايس بابيلا شكلها ايه دايموند دايموند معينيه معينيه اهي ده شكل معين اهي طيب ده في الشيب وفي البود نفس القصه ايه بقى الاختلاف بقى اللوكس هيختلف عن الشيب اختلف اولا في البلاترين ريدجز اهي اوبزيت ليتش ازر اهو اوبزيت ليتش ازر خلاص انما هناك الترنيت يعني مش قصد بعض اليمين مش قصد الشمال لا رجل غراب كده واحده وواحده لحد ما نشوف طب فيها ايه البلاتين ريدج زي كاري كودا دايركت بابلي كودا دايركت بابلي اهي طيب كودا دايركت بابلي بتديها ايه رسمي ابيرنس او سريت ابيرنس بالشكل ده كده طيب ده بالشكل ده طب في عدد البلاتين دول كام 15 ل 20 15 امال في شيء كام 12 ل 14 الكودا البارتو بلد بيبقى سموز ما فيش ريدجز امال في ايه في جلاندز ده بيحصل في الروميلانس وفي الدوج يبقى الدوج والشيب والاوكس فيهم كودا البارتو هيبقى سموز ما فيش بلاتين ريدجز ولا غلطان رفيق وهيبقى فيها ايه جلاندز ماشي ده بالنسبه للارض بلد بتاعه الاوكس يا رب نلاقي بتاع الشيب جنبه على طول عشان ايه يبقى احنا ماشيين كده الحمد لله جنبه اهي ابص الاقي ايه ده بلاطين رفيق ودي
دايموند انسايسيف ده بيلا هي وادي الباترنيجز هي الريجولار انتر الريجولار اهي متعرجه اهي وانتر اولترنيت بالتبادل مش قصاد بعض لا رجل الغراب اهي كده يعني عدد 12 الى 14 كده البارت سموج وفي جلانت البلد نفسها بالنسبه للونس بتاعها والعرض بتاعها بيبقى نار ونزا ميدل وايد ونص الوايد ايه كودالي والى اللقاء مع محاضره الايه الطنجه شكرا اعزائي المشاهدين